السلام عليكم، أهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب جيم أولى ثانوي الوحدة الستة درس الأول والتاني، حل جرامر وتست يور سيلف صفحة 246 ل 249. انتظرونا. صفحة 246، رقم 1: My son admitted، ابني اعترف، not his time، المعنى المقصود بتضييعه لوقته، before the exam، قبل الامتحان. الفعل admit يجي بعد الفعل في ing، يبقى الإجابة wasting. 2: The teacher threatened، يعني المدرس هدد، the lazy student، الطالب الكسلان، نقط him out، يعني انه يطرده، يعني of the class، من الايه، من الفصل. الفعل threaten، يهدد، يجي بعده to المصدر، يبقى to send. القاعدة كلها على كده بقى، نحفظ الافعال اللي بيجي بعدها الفعل في ing، اللي بيجي بعدها to المصدر، هنحل كله، كلها حفظ. 3: The manager arranged، يعني المدير رتب، نقط some of the workers، بعض العمال، رتب انه ايه، يقابل بعض من الايه، العمال، to know their problems، عشان يعرف مشكلتهم. الفعل arrange يجي بعديه to المصدر، to meet، ان يقابل. 4: please don't bother me، من فضلك لا تزعجني، I am busy، نقط my homework، انا مشغول ايه، في اعمال الواجب بتاعي. الصفة busy يجي بعدها الفعل في ing doing. 5: do you mind، هل تمانع، نقط some of some photos، يعني هل تمانع انك تشارك بعض الصور of your wedding، الحفل زفافك، على الفيسبوك. بعد mind بنجيب الفعل في ing sharing. 6: my father taught us، بابايا علمنا، نقط people with respect، ان احنا نعامل الناس ايه، باحترام. الفعل taught اللي هو ايه، طبعا المصدر منه teach، يجي بعديه to المصدر، يبقى to treat، ان نعامل. رقم 7: do you fancy، معناه ايه، هل تتخيل، ديت يعني تعبر عن اقتراح، يعني هل متخيل ايه، نقط on a day trip، هل تتخيل القدوم في رحلة ليوم واحد to Alexandria، اسكندرية، الأسبوع القادم. المهم كلمة fancy يجي بعدها الفعل في ing، يبقى الإجابة coming. 8: I dislike، أنا أكره، نقط away، إن أنا أكون بعيد، يعني from my family، عن أسرتي، for a long time، لوقت طويل. فعل dislike يجي بعديه الفعل في ing، يبقى الإجابة being. 9: we are planning، احنا بنخطط، نقط to Europe، ان احنا ايه، نطير الى اوروبا، for our holiday، في اجازتنا، يعني next year، العام القادم. الفعل plan يجي بعديه to المصدر، to fly، كله على كده، كل الجمل بالشكل ده. 10: منى offered، منى عرضت ايه، نقط us do the washing up، ان هي تساعدنا في غسيل الاطباق. الفعل offer يجي بعديه to المصدر، to help، ان تساعد. 11: I can't stand، دي معناها هنا ايه، انا لا اطيق، not around doing nothing، ان انا اقعد كده من غير ما اعمل اي حاجة، خلاص. الفعل stand ده I can't stand يجي بعدها، ده تعبير، I can't stand، يجي بعد الفعل في ing sitting. 12: my son was very annoyed، يعني ابني كان متضايق جدا، he seemed، يعني ظهر ايه، ان هو نقط bad marks، يبدو ان هو ايه، حصل على درجات وحشة في الامتحانات. الفعل seem يجي بعديه to المصدر، to get. 13: when you finish، عندما تكمل، نقط the report، كتابة التقرير، send it to the manager، ارسله للايه، للمدير. الفعل finish يجي بعديه الفعل في ing، يبقى الإجابة writing. 14: it's no good، ليس من الصالح، نقط to revise، المعنى المقصود ليس من الصالح انك ايه، تحاول مراجعة المفردات at the last minute، في اخر ايه، دقيقة. المهم عندي هنا it's no good يجي بعدها الفعل في ing، يبقى الإجابة trying. 15: we look forward، عارفينها دي من ايه، من الاعدادي، يبقى الاجابه هنا ايه، to، والفعل في ing، to seeing. look forward يجي بعدها to، والفعل في ايه، ing، look forward to، تتطلع الى، نحن نتطلع الى رؤيه ايه، ايجيبت، مصر، a better place، مكان افضل. 16: they couldn't afford، لم يتحملهم، نقط the house، ان شراء الايه، المنزل،
السعر بتاع المنزل ده at high price، بسعر عالي كده. couldn't afford، لم يتحمل، يبقى بعدها to المصدر to buy. 17 I hope، أنا أأمل، not a new car، أنا أأمل إن أنا إيه أشتري سيارة جديدة، instead of the old one، بدلا من القديمة. هو بيجي بعدها to المصدر to buy، نين to buy. 18 My friend suggests، صديقي يقترح، قضاء يعني، the mid-year holiday، أجازة نص السنة في الأقصر. الفعل suggest يقترح، يجي بعديه الفعل في ing spending. قاعدة ما فيهاش أي إيه فن، كلها حفظ. صفحة 247 19 we not mix with bad friends، نختلط بالأصدقاء الإيه الأشرار، because of their terrible behavior، بسبب سلوكهم الإيه السيء. يبقى المعنى اللي إحنا إيه الصح، نتجنب الاختلاط بالناس دول، يبقى avoid نتجنب. 20 not attending all today's meetings، حضور كل إيه اجتماعات اليوم. I finished my tasks، خلصت كل المهام المطلوبة مني. يبقى بالإضافة إلى حضور الاجتماعات ديت، بالإضافة إلى يعدها الفعل في ing in addition to. 21 owing ديت يجي معاها to الإيه والفعل في ing، يبقى معناها بسبب. يبقى الإجابة كده واضحة، owing to studying، بسبب إيه المذاكرة بجد. my daughter could join، يعني ابنتي قدرت ايه تلتحق بالجامعة اللي هي بتحبها. 22 we had fun، have fun بمعنى يمرح، خلاص المعنى هنا هيبقى ايه، يعني ايه استمتعنا بايه. نقط many historic places، بزيارة كثير من الأماكن التاريخية. طيب had fun يجي بعدها الفعل في ing visiting أثناء الأجازة الصيفية. 23 It's a holiday tomorrow، بكرة أجازة، so we could go، لذلك إحنا يمكننا الإيه الذهاب للإيه للإبحار together معا. go هيجي بعدها الفعل في ing sailing. 24 Our national team، فريقنا القومي، is expected، من المتوقع، not in the next، يعني إيه من المتوقع إنه إيه إن يلعب يعني في نهائيات كأس العالم القادمة. المهم الفعل expect يجي بعديه to المصدر to play. 25 I am looking forward، لسه قايلينها دي، look forward ها to الفعل في ing to joining، يعني ايه انا اتطلع الى الانضمام الى التحاق بايه نادي مشهور، when I grow up لما اكبر. 26 many people، ناس كتير، in our town، في بلدتنا، objected، اعترضوا على، نقط the new bridge، على بناء الكوبري الجديد. object بتاخد ايه to الفعل في ing to building. 27 I couldn't neglect، لا يمكنني ان اهمل، مقدرش ايه ان انا اهمل ايه، نقط his invitation، قبول دعوته يعني، to his wedding party، الحفل زفافه. الفعل neglect بيجي بعديه to المصدر، يبقى to accept. 28 What a hot day، يا له من يوم ايه حار. I feel like، feel like بمعنى يرغب، يجي بعدها الفعل في ing going، انا ارغب في الايه الذهاب for a swim، ايه عايز اروح ايه للسباحة in the sea، في البحر في اسكندرية. 29 I couldn't talk to him، لم استطع ان انا اتكلم معاه. he couldn't stop، هو لم يستطع يتوقف عن، not his homework، عمل الواجب بتاعه. هنا يتوقف عن شيء، stop دي هيجي بعدها الفعل في ing doing، لكن يتوقف ليفعل شيء كانت هتاخد to الايه والمصدر. 30 the salesman، البائع، not taking the money from me، انه خد الفلوس مني. he said he hadn't taken it، قال هو ما خدهاش، يبقى انكر انه اخد الفلوس، يبقى الاجابه denied. 31 my father allowed me، بابايا سمح لي، نقط my friend، ان انا اتصل بصديقي باستخدام ايه الفون بتاعه. المهم الفعل allow ده جه بعديه مفعول، هيجي هنا to المصدر to phone. شوف نفس الجملة بس بشكل تاني، 32 من غير مفعول دي، my father always allows، بابايا دايما بيسمح لي. طالما هنا جه فيه فعل على طول ورا الفعل allow يسمح، هنختار الفعل في ing يبقى phoning.
طالما ما جاش هنا ايه مفعول. 33 هنا بيقول لي في جملة من دولت is incorrect، خاطئة. ان هي الجملة الغلط هتبقى دي، يبقى دي الاجابة. خلاص هنشوف هي ايه خطأ ليه في التركيب بتاعها. لسه قايلينها object to، يجي بعدها الفعل في ايه ing، لكن هو جايب هنا مصدرها. رقم 34 جملة وحيدة في دولت is correct، صحيحة. الجملة الصحيحة تبقى سي. هنشوف الباقيين ايه خطأ ليه. الفعل بروميس بيجي بعديه طول مصدر، لكن هو جايب هنا ايه فعل في اي ان جي. نفس الكلام على اجري، بيجي بعديه طول مصدر، جايب هنا ايه الفعل في اي ان جي. طيب الاخيرة بقى I don't mind، mind هنا المفروض يجي بعديه بردك الفعل في اي ان جي، لكن هنا جايب طول مصدر، يبقى الاجابة بتاعتنا سي. صفحة 248 test yourself. رقم 1 not are very bad، يكونوا ايه سيئين جدا. and they live on attacking، وبيعيشوا على مهاجمة. and robbing ships، وايه سرقة الايه السفن في البحر، اللي هم مين pirates القراصنة. دي معناها لصوص، ودي لصوص، ودي جمع بغبغاء. 2 he has the ability to write the whole story، انا عنده المقدرة ان يكتب القصة كلها. النقط he is a talented writer، انه كاتب موهوب، عنده مقدرة يكتب القصة بإيه بقى في على شكل أبيات من الشعر، يبقى فيرس يعني شعر يعني. رقم 3 the members of the gang، أفراد العصابة، were trying to look for a hidden، كانوا بإيه بيحاولوا يبحثوا عن إيه مختبئ أو مخفي. not in the island، في الجزيرة، بدوروا على كنز مخفي treasure، لكن دي معناها خيانة، ودي الضغط. 4 all the prisoners، كل المساجين، must be، لابد ان هم ايه نقط، in for the night، لليلة ديت طوال الليل يعني. and taken to court then، وبعد كده يودوهم لايه المحكمة، يبقى لازم ان هم ايه يتحبسوا ليلا، يبقى الاجابة blocked، blocked in. 5 the writer's new collection، المجموعة الجديدة للكاتب، of short stories، من القصص القصيرة، نقط last week، صدرت الأسبوع الماضي، came out. published ما تنفعش، عشان المفروض كان يبقى هنا في إيه، يبقى في verb to be، تبقى مبنية للمجهول يعني. 4 all the prisoners must be، لابد إن كل المساجين إيه نقط، in for the night، الليلة، and taken to court then، وبعد كده إيه يؤخذوا يدوم يعني المحكمة، لازم إن هم إيه يتحبسوا، يبقى لوجد. 5 the writer's new collection، المجموعة الجديدة للكاتب، of short stories، من القصص القصيرة، نقط last week، صدرت الأسبوع الماضي، came out. لكن published ما تنفعش، ليه بقى؟ عشان هي مش مبنية للمجهول، مفيش هنا verb to be. رقم 6 the diplomat was، الدبلوماسي ايه كان نقط، and 2 million dollars، و 2 مليون دولار، was demanded، طلبوا بيها عشان يطلقوا سراحه، الدبلوماسي ايه بقى اتخطف، كدنابد. لكن دي اختطف ايه طائرة او عربة، ودي يأسر، ودي يقبض على. 7 my son won the writing competition، يعني ابني فاز بايه مسابقة الكتابة. نقط 12 I was so proud of him، انا ايه فخور جدا بيه. ايه تنفع وبي تنفع وسي تنفع، الصح يبقى ايه دي، كل اللي ايه فاتوا دول. 8 some animals usually، بعض الايه الحيوانات عادة. not holes، يعني حفر in the sand، في الرمال، to bury their eggs، عشان تدفن الايه البيض بتاعها، يبقى ايه عادة ايه بعض الحيوانات دي بتحفر حفر dig. 9 نقط row، row يعني صف، is a line of plants، هو ايه صف من النباتات، that have small fruits، لديها ايه ثمار صغيرة، ده تعريف ايه current row، بمعنى صف من العنب او الزبيب يعني. رقم 10 not is long grass، هي ايه عشب ايه طويل، حشائش طويل يعني. that has been cut، اتقطعت، and dried، واتجففت،
often used غالبا تستخدم as food كطعام للماشية، ده تعريف هي اللي هو ايه التبن او اش يعني، لكن دي معناها حصى. 11 هنا ايه واحدة بتقول my husband زوجي always buys red roses دايما بيشتري لي ايه الورد اللون احمر for me on my birthday في عيد ميلادي. هاو يا له من شيء ايه ده بقى، هاو رومانتك، يا له من شيء ايه رومانسي. 12 the writer became well known الكاتب اصبح مشهور because his novel was لان القصة بتاعته كانت ايه كانت ناجحة. سي مش هتنفع عشان اديت ا successful ما تنفعش، الصح ايه ا success كانت برضك ايه ناجحة. 13 students can't get الطلاب لا يمكنهم الحصول على ايه نقط جوبس وظائف ايه because they have to attend عشان هما بيضطروا يحضروا الايه في الكلية بتاعتهم every day كل يوم، يبقى ما يقدروش يحصلوا على وظائف ايه بدوام كامل full time. 14 my friend is a very polite person صديقي شخص مؤدب جدا who was born اللي اتولد نقط respectable family في أسرة إيه محترمة، يبقى born إيه born into مولود فيه مولود في أسرة إيه محترمة. 15 judges يعني القضاة must be لابد أن يكونوا إيه not with all people مع كل الناس whatever their social ranking is مهما كانت مكانتهم الاجتماعية لابد أن القضاة يكونوا إيه fair يعني عادلين، دي معنى متحيز وديت ايه معناها مثير ودي غير عادل. صفحة 249 والصفحة دي على اسئلة الجرامر. 16 منا هوبس الفعل هو بيجي بعد يتقول مصدر تو جوين تأمل ان هي ايه تلتحق بكلية الطب وان دي يوم ما. 17 ماي سون ابني سجستد اقترح فعل سجست يجي بعد الفعل في اي ان جي يبقى going to the club اقترح الذهاب للنادي اليوم. 18 احمد افويدد احمد تجنب الفعل افويد يجي بعد الفعل فيه اي ان جي ميتنج تجنب ايه مقابلة هيز اولد فريندز اصدقاء القدامى ات ذا ويدنج في حفل الزفاف امس مش عارف ليه. 19 ذا جيرل ديسايدد يعني ايه البنت قررت الفعل ديسايد يجي بعديه طول مصدر بتو باي قررت انها تشتري ايه بقى فستان جديد before attending the party قبل حضور الحفلة. 20 the old man الرجل العجوز denied انكر not my money الاسبوع الماضي انكر انه ايه سرق الفلوس بتاعتي الاسبوع الماضي الفعل deny هيجي بعديه الفعل فيه ing stealing. 21 my father advised بابايا ايه بينصح بالنوم ايه مبكرا المهم هنا الفعل advice يجي بعديه فعل على طول يبقى في ing sleeping. 22 thousands of people آلاف من الناس not looking at the pyramids بيستمتعوا بالايه بالنظر للأهرامات enjoy انها رائعة. 23 children deserve الأطفال يستحقهم الفعل deserve هيجي بعديه طول مصدر to be يستحقوا إن هما إيه بقى to be well respected يحترموا and treated ويتعاملوا معاملة إيه well طيبة يعني جيدة بشكل جيد. 24 في رقم 24 do you think هل تعتقد we will be able to إحنا هنكون قادرين على afford يتحمل يعني يتحمل نفقات شيء not on holiday this year الفعل afford يجي بعديه طول مصدر to go احنا نتحمل ايه ان احنا ايه نقوم باجازة السنة دي. 25 I think انا اعتقد this nice story القصة اللطيفة ديت is worth تستحق worth دي يجي بعدها الفعل فيه ing reading worth reading تستحق القراءة بواسطة كل الطلاب. 26 the principal هو مدير المدرسة not to using the mobile phone at school طبعا ايه بيعترض على استخدام الموبايل في المدرسة يبقى الإجابة objected.
طبعا دي بتاخد تو وادي الفعل ايه بعدها في اي ان جي. 27 هالة اجريد، هالة وافقت نقط تو هير يانجر سيستر، انها تعتذر لاختها الصغيره. الفعل اجري يجي بعديه تو المصدر تو ابولوجايز. 28 ماي وايف ووز بيزي، زوجتي كانت مشغوله نقط ذا فلات، بتنظف الايه الشقه. الصفه بيزي يجي بعدها الفعل في اي ان جي كليننج. So she didn't go out، لذلك ما خرجتش معانا. 29 I regret، أنا أندم نقط this old car، على شراء هذه السيارة الإيه القديمة. As it breaks down، لأنها بتتعطل إيه كتير. يبقى هو بيندم على حاجة عملها، يبقى الفعل فيه ING، هنا هتبقى الإجابة إيه buying. 30 the headmaster اللي هو إيه المدير، مدير المدرسة، doesn't allow، لا يسمح بالإيه نقط to school late، بالمجيء للمدرسة متأخر. فعل allow يجي بعدين الفعل فيه ing coming. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.